مقتنعا بأنه لن يتمكن من الخروج من الداخل ينجرف أوزان في الشعور بأن انتظار أسلم سيكون عبثا ويدعوها إليه يطلب منها ألا تأتي مرة أخرى تم تدمير حقيقتي فاتح المهووس جدا بأسلم يلاحق رجلين برسين بسبب ما فعله بها ويخيفها ثم يعلن حبه لأسلم يقترح الزواج عندما يرفض أسلم بشدة تجعل سول الأمر مدعاة للفخر يخبر ابنه أنه سيأخذ أسلم ينزعج ياجز للغاية عندما يدرك أن إيلول كانت تساعد ملاك وتحاول أن تجعل ملاك وحبيبته تجري إيلول اختبارا آخر لإثبات أن ياجز هو الأب الحقيقي للطفل يقوم بيرسين بتقييد يدي أسلم إلى كرسي في الشاليه وتشغيل الغاز وتركها تموت أوزان ينتظر أسلم في يوم اللقاء لكن برشين يأتي بدلا من أسلم راضية تعذب إيلول يندفع إلى المهام الصعبة ويوبخ يتصرف بشكل منافق مع عائلته يذهب يابز إلى مختبر الحمض النووي يذكر الضابط أن هناك اشتباها في احتمال تغيير النتيجة يحول ياغيز انتباهه إلى كوراي مرة أخرى تحاول ملاك جذب الانتباه بحيل مختلفة علمنا أنه وإيلول كان أصدقاء منذ المدرسة الإعدادية لدى إيلول ويغيز الفرصة لمواجهة بعضهما البعض في المقهى حيث يتم قفلهما بينما يدفع كوراي إيلول أكثر فأكثر إلى الزاوية فإن حياة ياجز أيضا في خطر بسبب اقتراب ملاك نتيجة محاكمة أوزان تدفع كل من يحب أوزان. وخاصة أسلم للبحث عن يعني الأمل ويتوقع هوزان نتيجة إيجابية من المحكمة وأنه سيتم إنقاذه في هذه الأثناء تبحث سولي عن طرق لإخفاء سلاح الجريمة في منزل ممتاز راضية تحاول إدخال عفت إلى منزل نرمين بدور ملك ينفد صبر ملاك المعجبة بياجز وتجعل راضية تشكك في قرارها في نظر راضية التي ظنت ان ملك هي نرمين ابنتها لم يعد لدى الو قيمه مالية بعد الان يبدا في التخطيط لفصل الو عن ابنها وارسالها بعيدا يتلقى الو نتائج اختبار الحمض النووي الطفل هو ابن ياجز ولكن قبل ان يتمكن من فتح الظرف ومعرفه ذلك يتم اختطافه من قبل رجال عدنانه ياغيز يلاحقه أسلم يختطف أوزان ولا ينوي تسليمه إلى الشرطة أصيب كان ونقل إلى المستشفى بعد معرفة ذلك، يشعر أوزان وأسلم بالأمل، لكن شولي تقتل كان المحقق الذي عينته نرمين يجد إيلول، غير مدركة أن نرمين هي إيلول فهي سعيدة بالعثور على ابنتها يابز مصمم على جعل إيلول تقول الحقيقة كوراي الذي نفد صبره بسبب عدم قدرة ياجز وإيلول على الانفصال عن بعضهما البعض مصمم على إثارة المشاكل بينما يسحق أوزان تحت وطأة الجريمة التي ارتكبها يتواصل أسلم معها مصير كان سيؤثر على مصيرهم أيضا عدنان يضغط على إيلول بسبب دينه لإحسان من ناحية أخرى تشعر إيلول بالإحباط بسبب ضغط كوراي وتذهب إلى العيادة لإجراء اختبار لمعرفة من هو الطفل حقا وبعدها توصل يابز إلى نتيجة مفادها أن الطفل قد يكون طفله وليس طفل كوراي بناء على اختبار إيلول فاتح يحبس أوزان أوزان الذي يعتقد أن كان قد اختطف جولد يتصارع مع كان وشولي يطلق النار على كان من مسافة بعيدة يعتقد أنه أطلق النار على أوزان كان بنفسه يبحث أوزان عن طرق لجعل أسلم يسامح نفسه ومع ذلك أسلم ليس لديه أي نية لمسامحة أوزان عدنان الذي اعتقل بسبب حادث يشار يحتاج إلى خطة جديدة بينما يعاني ياجز من ألم إدارة ظهره لعائلته تأخذه إلول وعائلتها تحت جناحهم إيلول يقترض المال من أحد المرابين يدفع المال للمستشفى ويخضع يشار لعملية جراحية الجراحة ناجحة نتيجة لجهود ياجز في ملاحقة الشخص الذي ضرب يشار تؤدي الصدارة إلى عدنان تم القبض على عدنان أمام أعين ياجز كوراي يهرب يحاول أوزان إقناع كان بالتحدث لكن قبل أن يتمكن من الحصول على أي بيانات عن فاتح يتدخل فاتح في الموقف بيرسين يعاني من النزيف أوزان يجبر أسلم على ركوب السيارة يفتقد مع اقتراب يشار من الموت في كل دقيقة تحاول إلول دفع تكاليف جراحة والدها من ناحية أخرى يحاول يغيز العثور على آثار السيارة الزرقاء التي صدمت يشارو يتخذ أوزان الإجراءات اللازمة لمعرفة من قام بإعداد اللعبة التي تسببت في انفصاله عن أسلم تعود ذكرى جولد وتخبر أوزان أن أسلم بريء يجد برسين الرسالة التي تركها كان على باب أسلم يشار في المستشفى يقول الطبيب إن الأمر يهدد الحياة وأن العملية الجراحية تحتاج إلى 300 ألف ليرة تقول إلول إنها ستجد المال يذهب يابز إلى مكان الحادث ويجد الطفل الذي أخذه يشار إلى إلول ويعطيه إلى إلول عندما تعلم إلول أن والدها قد سامحها تجد السلام ولو مؤقتا بينما تنتظر بيرسين زواجها من أوزان بفارغ الصبر يسعى أوزان للحصول على رسالة غير متوقعة هل سينتصر يشار في معركته من أجل الحياة بعد الحادث الذي تعرض له؟ فهل سيحقق كوراي الذي تركها وسط الشارع هدفه؟ بعد أن يخسر عدنان القضية، يقرر قتل يشار الذي يحمل له ضغينة،، قام بتعيين كوراي لهذا الغرض، على الرغم من أن كوراي لا يريد ذلك، إلا أنه مجبر على فعل ما يقوله عدنان،، يضرب يشار بسيارة، يترك كان رسالة مجهولة المصدر على باب أسلمة يجد أوزان هذه الرسالة التي تفيد بأن كان آسف جداً وأن أسلم بريء لكنه لا يستطيع أن يفهم من تركها برسين مستعد للزواج تشعر جولد أن هناك شيئاً غريباً في زواج برسين وأوزان بينما يهتز أوزان لخبر حمل برسين فهو لا يعلم أن هناك تحضيرات لحفلة في منزلهم بينما يملأ انتصار يشار على عدنان الجميع بالبهجة تصل الرسالة أخيرا إلى صاحبها الشرعي فاتح على وشك أن يقرر أنه بحاجة للتخلص من كان الذي كان يخفيه منذ أيام كوراي يخبر إلول أن الطفل هو طفله يبدأ الشك بالسقوط على إلول بفضل دعم يشار ياجز فاز بالقضية ضد عدنان تعلم إلول أن ياجز ساعدها بيرسين تظهر لأبيها ووالدتها أنها حامل عالقا في الزاوية يقبل اوزان ان يتزوج من برشين